السلام عليكم ورحمة الله. الوحدة الأصغر في برنامج وورد هي الحرف. عدد من الأحرف تشكل كلمة، عدد من الكلمات تشكل فقرة، عدد من الفقرات تؤلف صفحة، عدد من الصفحات تشكل ما يسمى مقطع، وعدد من المقاطع تشكل مستند الوورد يلي عندك. قبل ما نحكي عن الفاصل المقطعي، معروف أنه لتنهي كلمة وتبدأ بكلمة بتضغط زر المسافة من الكيبورد، لتنهي فقرة وتبدأ فقرة جديدة بتضغط مفتاح انتر، لتنهي صفحة وتبدأ صفحة جديدة بتضغط كنترول انتر. مثلا لو حطينا المؤشر هون وكبسنا كنترول انتر، منلاحظ انه فتح صفحة جديدة، صار مستندنا مؤلف من صفحتين مثل ما نكون شايفين. لتنهي مقطع وتبدأ مقطع جديد، بنحط المؤشر بالمحل اللي بدنا نبدأ فيه المقطع الجديد، ومنروح على تبويب تخطيط، بناخد الفواصل الصفحة التالية. هاي الصفحة صارت بمقطع وهي الصفحة صارت بمقطع. عمليا لو بدلت اتجاه هاي الصفحة، رح يصير اتجاه هاي الصفحة افقي وبقي اتجاه الصفحة الفوقانية عمودي. الان رح يستمر اتجاه المستند افقي حتى بداية مقطع اخر. فمثلا لو ضغطت كنترول انتر انفتحت صفحة جديدة افقية، كنترول انتر صفحة جديدة افقية، رح يبقى الاتجاه افقي حتى افتتاح مقطع جديد ثم اعادة تغيير الاتجاه في المقطع الجديد. إذن اتجاه الورقة يطبق على المقطع كاملا. إذن ملخص درس اليوم يا جماعة، أنه لحتى تعمل بعض صفحات مستندك أفقي والبعض الآخر عمودي، لازم يكونوا ضمن مقطعين منفصلين. ولتدرج مقطع جديد، منروح على تبويب تخطيط الفواصل، منحط الصفحة التالية. ومن التغييرات التي تطبق على المقطع كاملا كذلك هي موضوع الرأس والتذييل. فمثلا إذا نقرت على رأس الصفحة نقرتين متتاليين، بتفوت على وضعية تحرير الرأس والتذييل، وبيظهر التبويب السياقي أدوات الرأس والتذييل. خلينا نحط هون الرأس ألف، وننزل على الصفحة يلي تقع بمقطع آخر، ننقر نقرتين هون ونشيل تعليم عن الارتباط بالسابق، ورح حط هون باء، ورح ارجع انقر نقرتين داخل الصفحة لارجع لوضعية تحرير الصفحة. لاحظ هي صار ترويستها باء وهي ترويستها ألف. إذا أيضا الرأس والتذييل يطبق على المقطع كاملا. طيب شو في عنا أمثلة تطبق على الفقرة كاملة؟ فمثلا إذا حطيت ضمن الفقرة، محاذاة الفقرة من أمثلة الأشياء يلي تطبق على الفقرة كاملة. اتجاه الكتابي من أمثلة التغييرات التي تطبق على الفقرة كاملة. وموضوع أخير حابب نوه له يا جماعة، هو أنه لتعرف المستخدم وين ضاغط فاصل صفحات، منروح على تبويب الشريط الرئيسي ونضغط على هذا الزر اللي هو إظهار الكل. لاحظوا هون كاتب فاصل مقطعي في الصفحة التالية، يعني عمليا هي الصفحة ضمن مقطع وهي الصفحة ضمن مقطع آخر. رح أرجع طفيها عشان يرجع مستند الوورد مثل ما كان.